كان يجي الزول الشاب اللي بيجي بيقعد مع الولد ده ما عنده غلطه والبيت ما عندها غلطه، لكن الغلطه من منو؟ من ابوه الوليده والابار وامه شالتها 9 شهور. لا احب نستفسر عن الاموال بتاعتي هنا. اسال فلان يموت يقول لك يا والله يا انا زوجتك يعود السيده وبتزكي وشيء ثاني الاموال الاموال بتاعتي مشهوره. هل الاموال دي مشروعه ولا غير مشروعه؟ ما الدليل على ذلك؟ قروش الكورة وقروش الغنى دي ما بتجوز في الشريعة. قروش الكورة دي ابن عثيمين اتكلم قال اورد فيها الحديث. الكورة دي وغيرها من الرياضات الرياضة اللي فيها مال بيجوز فيها المال وكذا ثلاثة انواع. والثلاثة ابن عثيمين قال بيتكلم عن يعني كأنه بيتكلم عن العلة، قال لأنه فيها فائدة بالنسبة للمسلم في الجهاد زي مسألة القوس، وفي الحرب ايضا في الجهاد زي مسألة السباق بتاع الخيل والنصل الى اخره، سباق الابل. اما الكورة ما بتجوز تشيل فيها قروش، دار تمشي تتمرن زي ما يقولوا تجري دمك تمشي، لكن تشيل فيها قروش وتسجل ما بجوز في الشريعة، حرام. دي نقطة. ومسألة الغنى ايضا، ومن الادلة على ذلك نحن ذكرنا ادلة تحريم الغناء، وطالما الشيء حرام يبقى كسبه برضه شنو؟ حرام. قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الشيء المحرم في نفسه ده كسبه حرام، اصلا كسبه حرام. فدي مسألة، دي مسألة من المسائل. المسألة التي ذكرها الاخ الثاني ده في النص، ده الثالث وذاك الاول، مسألة انه الولد والبيت قعدوا يتونسوا الذنب ما عليهم على ابون وعلى امهم، ذكر له حديث، حديث ما ثابت الذكره دي، لكن قصه انه على ابون عليه ذنب، ابهات عليهم ذنب، صح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي غيره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من الرعاة قال والرجل راع اي في بيته وهو مسؤول عن رعيته، انت مسؤول. قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم شنو؟ نارا وقودها الناس والحجاره. قال ابن كثير قال قوا انفسكم واهليكم نارا، قال علي بن ابي طالب في تفسير ابن كثير، قال ابن كثير قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه اي ادبوهم، ادبوهم تلقاه في التفسير. فانت الولد والبنت تأدبن، تأدبن الولد تعلمه على الدين، خوفه بالله تعالى، ما تبقى زي الجماعه ديل خوفوا يا ولد ما تمشي في الظلمه بجيك البعاتي، ما البعاتي ده شنو؟ خوفوا بالله تعالى، لا تخاف الله، تعظم الله كذا، ومن صغير تعلمه على الجلي الثاني يبقى قدام، وقال لك قال لك مروهم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لشنو؟ لعشر، ده من سنتين بيركبوا بسطونه، تعال لما تيم 10 تعال البسطونه ذاتها ما بتمشي فيه زي الناس، ده من البدايه مخالف. وإن كان اللي قدام ديك بتمشي فيه بعد السنة، لأنه السنة في النهاية، لكن تربيه على الدين، خوفوا بالله، تربطوا في بالآخرة. الشافع ما يتربى في التلفزيونات وسبستون ويقعد ينطط لك زي السخيل وهذا والقطان والسفينة ثم إنه سوداني يتكلم لك باللغة العربية بتاعت المسلسلات ديك، ولن نتركك يا فلان وإلى آخره، تلقاه ينطط من السرير في الواطة في السيراميك. ليه؟ لأنه حضر المسلسلات، التربية بتاعت مسلسلات، ويجيبوا الكديسة والفار وكديسة معاه كديسة تانية يتباوسوا وسووا قلب في النص ولخبطة، دي تربية ما كويسة. تربي على الدين، انت ولدك تربي على الدين والطاعة، وكذلك البنت. كون الأب عنده ذنب والأم عندها ذنب أو الأب مسؤول والأم مسؤولة، ما معناه إنه الولد والبنت ما مسؤولين؟ وزول بالغ يعني القلم شنو؟ القلم ما مرفوع عنه، بالغ. بس لقيت لك ولد وبيت عمره 7 سنة قاعدين سوا في بنابر وخاتين ماذا بيناتهم، لكنه تلقى كبير اموره مجاي وخات القلم وابوه مرسله من البلد بدل يشيل ابو كيس فواكه لاولاده التانيين رسل له القروش، هو بدل القروش قروش ابوه دي يحافظ على هنا دي ويمشيها في الشيل هو دايره ويتربى التربية الصحيحة، اي تلقاه قريته لو بيصدق على المساكين
بتصدق على سوسو دي ما دار منك صدقه ذاته. اشتري في البناطلين الضيقه ولقى كوبايه وقمصان وفنايل حقنه ولا زي الغويشه ديك راسته ولا زي ما شنو زي الغويشه مكتوب فيها صاحي ما صح بالبزه وسلسل وكريمات اولاد في الصف تلقاهم مع البنات في العطاره اديني الكريم ده بالله يا ولد ما تشوف لك زيت مكنه وعارفين سوا يتمسح ويتلق ويتمسح المهم خليها الباقي واموره جايه وذاته ما تعرف انت ذاته لو جيت تخلط معاه وانت تخلط معاه ذاته ما تعرف وذاته ملخبطه زولك معلش هاي كلامنا ده امور لكن نسوي شنو بعدين شنو قاعدين في بنابر وقدامنا الجبنه وكيف يضحكوا يقربوا يقعوا بغادي ويتمادين ما عليهم ظريف ذي الباقي لك ما عليهم شيء وماشيين سوا انا قبل ايام ركبت حافله معاه ود النهر ده الواد والبنت قدامنا بكنبتين كنبه الثانيه الواد يقرب والبنت تقرب كانه في كيس تسالت كشح تحت بيخمه في حاجه تحت وثاني ود النهر ده قام هاج قعدت قلت له يمكن اخوه قال لي والله ما اخوه قال وبعدين جابوا وهمه جديده مشت فينا طبعا الواد عنده دقن وعنده فلفله انا قلت هدي طبعا موضه جديده بالمناسبه جابوها ومشت فينا قلت له اخذ ولا عنده دقن يا قال لي والله ما هو قعدت بعد شوي لقيت الانفاس بتقرب في النهايه قمت قلت له يا ذول والله الذي لا اله الا قلت يا ذول انت لم تخاف الله لا في ذول مالي عينك في الحفله دي شت مالك ومسكنين تجوطنا طوالي قلت له انتوا سبب غضب الله شفتوا والينادي والجاطه الشغله في النهايه هو والبنت ما سودانيه ما عارف جايه من وين انا بنت ناس قالت لي قلت لها يا بنت الناس ما الذي الشغله دي كيف انت غلاها في قبر وحافظي على نفسك وانا لم يفعل لي شيئا لم يفعل لك شيئا والموضوع ده كيف بعد شيئا وفي شيئا بعد النفس ده ثاني يعني تعمل شنو بعد شيئا دي في النهايه لما انشغله جاطت زياده قال لي انت ما من حقك تعرف شنو قلت له من حقي بدي مسلمه وانت مسلم وانا مسلم الشغله دي كذي بس قلت له بعدين لما جاطت زياده قال لي يا زول انت انشغل الرجال وقوه اصل معايا المحطه قلت له هسي نازلين هنا وانا والدين نصحتك دار تقليب رجال انزل تحت قلت له انزل انزل ابا ينزل ثاني انزل يا زول ابا نزلنا تحت بالقزاز فتحت قلت له انزل يا زول انزل نكمله تحت لا وانا كان نزلت له قلت له انا الدنيا ذاته ما عندنا لا شيء انزل تحت الرجاله بس بعد قلت له رجاله بس قوه انزل ابا ينزل واصل مع البيت لكن ثاني ما بكون يتونس معاه لانه خربنا عليهم بعد والله خربنا الله يتقبل بعد ما فار البيبسي مرق برا الغتايه ثاني بالحق الشغل الشغله جاطت لهم فلذلك ديل عندهم ذنب كيف ما عندهم ذنب البيت ياخذ يغشها بيت ياخذ ناس يغشها بكلمتين وانا ما بقدر وشنو وديها دمعه طبعا بتاع التماسيح والى اخره والله ما هو الا بس تسلم عليه سلم عليك هنا وانا قاعد والله بسطونه اوريك الحاصل مستقبل عليك ذنب انت وهي عليها ذنب والله بيسالكم وكما تدين تدان شفت لخبطتها هنا اصبر لقدام وما كان ربك نسيا الله ما الموضوع ده ما شافه بعدين شوف لقدام اللي بيجيك شنو والله الذي لا اله غيره وجزاء سيئه سيئه مثلها والجزاء من جنس العمل قد ربنا يتجاوز عنك وقد ابتليك بعد 60 سنة 50 سنة البيت تجيك بطونة زي غبر الشافع ده شنو ده يا بيت تشوف تدق لك كذي الخبر ده يدق لك حميك النوم تتذكر البنابر والمازة الزمان الموضوع ده طويل فتوب إلى الله وما تغش البيت امشي دق الباب السلام عليكم يا حاج فلان هاي أنا داير البيت دي أداك ليه الحمد لله تعالى بعقل لك ما أداك ليه اداك شاكوش وكله يقول الله يتقبل وخذ لك بكيتين وابقى مارق امشي ابكي يومين ثلاثه وبعد شويه شوف لك واحد ثاني دق الباب ثاني لما يزوجوك بعد ذاك بتلبس ساي ثاني في شنو ولهذا تمشي تغشها وتغش بنات الناس الله بيسالك والله الشباب ديل شفتها الا من رحم الله ما قصدي ديل ولا فلان ولا حل لكن عامه الا من رحم الله اي واحد ساوي له علاقه الو كيف ان شاء الله تمام وناسي ماشي على المطار وقاعد في سوق العرب هنا ماشي على المطار والله دار استقبل ابوي ده جاي من دبي وابو في الملجه لسه ببيع في البامبي وانا ما بقدر هناي والى اخره وديك تتخدع بغادي وانا بس دايره ده وانا جاي اتقدم يرفضوني
وانا نزعت خشيت غلط، فلذلك موضوع طويل، فالناس تتوب الى الله سبحانه وتعالى. والاسئله كثيره، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا على حسن استماع، صلى الله وسلم على نبينا.